قال عندنا يا عطنا عند صدى منيب، عطنا صدى يا منيب. فقرة فقرة. أوه في فلوس، في فلوس عندك توزع. شرهات شرهات. حيد العي. حيا والله ذا الحجاج. حيا والله ذا البلد. وخر بلا تكفى أبو لهي. والله والله هافيك، والله هافيك. اسمع اسمع، انا ابي اشوف انت قاعد. انا 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 جاني ابن ابوي، جاني بلاج تخرب عليه. لا تشوف انت، لا تشوف. اشكر دعمك صراحه، اشكر دعمك. بساعدك والله بساعدك، لا عشان الستايل ذا احب مساعده. لا اطلب منك، ها لا اطلب منك، بس بساعدك، بس ما امشي شيء، بس بوقف. لازم تلعب. بلعب بلعب انت بلعب لو سمحت. ابيك تلعب ودك. طيب لا تزبدني خلاص، كذا كذا ارجع باحترام. انا برجع، انا في عيال هناك يبون يبون احد. انا عرفت عرفت، اسكت خلاص، انا برجع اسكت. في في روح طيب خلاص اسكت، عشان ما يدرون انك زبدت. لا لا ما زبدت لك ابو عشق. صدى يا عم منيب، عم منيب عطنا صدى سريع تكفى. عم منيب الان عيال معنا قسم عطورات ومسوي تخفيضات لكم يا شباب. عرفت اللي يمرك يبخبخ عليك. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه. يا شباب اللي يسمع الصدى يجي في فقرة. سم طيب أبشر يا شباب، عندنا فقرة، تعالوا إلى الهنجر يا شباب، إلى الهنجر يا شباب. جميل، يلا أي واحد قدامك جيبه، خلنا نلعب، خلنا ننبسط. معجب يا أبا أقوى أشد عيال، أقوى أقوى يا شباب، أقوى. إيه صاحب مملاهي، مملاهي نقطتين، 200 نقطة مملاهي، 200 شيل 200 نقطة، شيل 200 في دلع النقاط عندي. يلا يا شباب عشان نبدأ جميع. سم ما تسمع كل ذا، ما تسمع صحيح. نبي الشباب يجون عشان نبدا مره واحده، عشان ما عاد كل شوي نوقف. السباحه اقسم البرستيج نواف بلا صفقه لابو عياش. انا 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 اعتقد يا رجال، أنا اعتقد انها تكون فعاليه كويسه. باقي احد يا يا جميل مسفر السعدي. أول شيء أول شيء كلمة حق للفريق، دعم كل واحد فيكم. والله الذي لا إله إلا هو، إنهم يتعبون تعب. أمس أبو عشق وقبله مدري من هو اللي جايب ماجد وأحمد حنيفي الشرل وسعود الحوشان وفريق دعم معجب. الله يبيض وجيهم، الله يبيض وجيهم. سم ونادر العجمي بيض الله وجهه وغناه الله. طيب عيال نقدر نذكركم كلكم 24 اسم. طيب حقكم علي، ابشر. محمد جابر بيض الله وجهك، على ما ادري ايش عليه بس بيض الله وجهك. طيب قل لا اله الا الله. بيض الله وجهك، من بق احد بيض الله وجهك من ملهي. طيب قل لا اله الا الله. محمد افرح بيض الله وجهك الزرادية. طيب اسمعوا هذه الروليت 13، الأوراق عندي 13. أنا أمانة مع يا أبو حنيف جبت نلعب صابوني خلاص، ما عاد يا منحاش من الدان كن أنت. معي 13 ورقة اللي أنا عرفته أنه نلف الروليت معي معي يجي على رقم 13 أنت وأكثر. فأنا ما أدري إيش داخل الأوراق لكن أكيد أنا أحكام. أعتقد أعتقد أن كل اثنين مع بعض، فأنا أبغى نقسمكم. تبون كل اثنين جنب بعض، كل اثنين جنب بعض. سعود ونادر، أحمد ونواف. يا أخي آسف يا محمد، أحمد وفهد ضحيان القيس، أحمد وفهد، أحمد وفهد ضحيان خالد القيس، مشعل وأبو جابر، عزيزي وعايض، أبو عساف الحالة ما شاء الله عن عشرة، أبو عساف أبو عشق وماجد أبو ملهي. كل واحد يحفظ خويا يا شباب. صالح وعسيري برستيجك يخرب. نواف نواف أبو مفرح
يا ولد كل واحد عرف خويه، كل واحد عرف خويه. تعال فهد واحمد، فهد وقيس تعال وامشوا. فهد واحمد تعال، احنا والناس فهد لا انتوا انتوا معليش يعني بتعدى عليكم بعد اذنكم طبعا. اها تبغى تطردنا؟ قل لا اله الا الله. حق واحد منكم، واحد منكم ولد، واحد منكم بيحرك الروليت. دقيقه دقيقه عشان اشرح لكم، عشان اشرح لكم بس لا اقشر اليوز. دقيقه عشان اشرح لكم، اذا طلع على رقم ثلاثة هذه مرقمه 13، السهم اللي يطلع عليه يطلع الرقم، يطلع الظرف اللي عليه الرقم وينفذ الحكم. اعتقد نحكم، اعتقد يعني واحد منكم يختار. هذه هي؟ لا 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 من هي؟ دقيقه 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 دقيقه، انا ليش اعطيتكم لفه كذا؟ ثلاثة ثلاثة. وأخر لو سمحت، لو سمحت معطيك كم؟ 49 نقطة ونص. ساتر يا الحوس. نساعدك؟ لا لا تساعدني. تفتحونه ولا أفتحه؟ نفتحه نفتحه. يفتحونه ولا أفتحه؟ ما في يا أخي، تكرهونا أنت ولا وش؟ خلونا نلعب. هناك هناك يا شباب. يا السلطة والله زينة. احلف ما انت مدرس، احلف. والله ما كنت مدرس. انا اشوف صورة. طرق علي يقول ودنا نفوزكم، شغلوا مخكم عاد. مثلوا هالممثل بس بدون صوت، والفريق الثاني يحاولون يجيبونه، اذا فات الفوت ما ينفع الصوت. هم يمثلون صوره ممثل. شوف هذا، ما ادري الصوره واضحه لكم ولا لا. عرفتوا؟ انا ما اعرف ممثل. غير هلا هلا شفته غير. دقيقة راح وراك خليني افكر. غير الحكم. المشكلة مو ما حد شاف، المشكلة للحين انا ما فهمت. شفت هذا؟ إيه؟ هذا الشخص هذا إيه؟ احنا بنمثل ايش يسوي؟ نقلده وهم يجاوبون ايش اسمه. إذا جاوبوا احنا نفوز. طيب مثل هذا اللي تحت. إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، يعني إذا خسرنا خلاص نرجع. يا ولد أنت مدلوخ، ترى الصورة عادية، الصورة ما لها دخل. مثلوا هذا المثل بس. ما لها دخل الصورة يا ريجي. انا غيره والله لغيره. معليش انا فريق قدام، والله معليش. لا بغيره. نجم مجموعه 2 3 4 5 6 7 8. لا دقيقه. انا دلخ. لا اعطوني مجال، اعطوني مجال. اسمح لي يا بعياش، اسمح لي دقيقه. عبد الرحمن اسمحوا لي بس يا شباب. 13 ال 13 ظرف، والهنا مجموع ثمانية، يعني مشي الليلة. اسمع معجب، عندك حل. خلينا نستانس يا شباب. اسحب يا فهد والقيس بعد لكم يعني. عطهم مثل ثاني طيب. خلاص عصرة. عصرة. ايه فهمنا. عطنا الظرف حل. لا عطنا الظرف. لا ما اعطيك انا اللي اقراه. يا اخوي عطنا. عطنا. هيهات لو سمحت. يلا عادي يشوف معك. فرحان عادي يشوف معك لو سمحت. يا واحد من اختفى لو سمحت. لا دقيقه خلينا نشوف، يمكن ايش يمكن ما تشوفون انتم. بس يعني حركات. ها تركز. دقيقه بس. خليهم يقرونه. سلام الله موجود؟ سعود حشام موجود؟ لا. سلام لحي. حد فرح. فهمت أحمد؟ تعال يا سلمان تعال. خلنا نقرأ. هات أبغى أقرأ. خلاص واضح. يضحك أول عقوبته يوقف على يدين ويركض.
طيب يقول تحدي هم يتحدون محمد مفرح وسلمان ملهي يطالعون بعض مدة دقيقة واللي يضحك أول عقوب توقف على يدينه ويركض حوالينا الجلسة خارجية 10 مرات كم؟ واحد اللي يخسر تراه بيطبق حكم واحد الحكم وش؟ بتشوفه واحد اثنين ثلاثة ثقل ابو مفرح ضحكة يا اخي اكسب يلا الوقت يمشي ضحكة ولا نضحكة سلمان ضحكوا 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 طبق يا سلمان ضحك ولا ضحك والله ما ضحك هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين؟ من علمهم القرآن الكريم؟ تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر. هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة. وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم. وقف من المشكات يرجو بذلكم في مكة الغراء يبغي الباري أضم بها الوحي الكريم منزل والله قد العرض الأكبر من السيف جاليري خصم 50% على أكثر من 2000 منتج متوفر في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني انتهزوا الفرصة السيف جاليري حياكم من أجدادنا تعلمنا فعل الخير ومن آبائنا تعودنا على الأناقة في كل عام نتحمس للثوب الجديد وهالسنة ثوبنا من آي ثوب يزيدنا أناقة كل يوم خميس احنا جاهزين نشوف مشاريع المتسابقين من تمثيل وإنشاد وتقديم انتظرونا في يوم مليء بالمتعة باي خليك جاهز؟ إيه جاهز روح يا واحد توكلنا على الله والله كان عندي شغل عندي لدي. والله لأني شك أنك تجي في العيد يوم في الظهر جي مع كيد سوني هذا هو مع جميل خلي فريق مع جميل أنا مع جميل كله لازم أن نقرأ أوه حكم حكم ممكن يطلعكم برا برنامج شوف حكم ما بعد في مثال لك حكم كذا سادة لا لا حكم ممكن يطلعك برا برنامج انت وياه طيب شو نسوي حكم قوي جدا وما هو الحين ثبات القلب طيب اقرأ من اقرأ ودنا صوت عالي ودنا تقب بينكم خلوا علي عساف يشرب موية بس ما يبلعها ويجي حنيف يضحكه يلا 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 يا احمد تعال تعال حنيف ما فهمت حنيف تعال تعال علي العساف علي العساف تعال بعد اذن يعني جيب مويه جيب مويه احنا نجيك تجي ولا احنا نجيك عادي على العساف لا لا يجي مويه احنا نجيك خليه فمه يجي على خشمه والمهرج تعال المهرج احمد حنيف يضحكه خليه فمك تعال المهرج تعال طيب وقفين انا اللي حكم بينهم تحكم بينهم حكم انا مش سعودي نعم حكم مطلق لك اشرب ماء اشرب ماء دقيقه
المدة كم يا معجب؟ طيب شو نسوي بها على اساس اذا ما اذا كب المويه؟ نحب راسه كلنا. لا لا والله ما لو سمحت لي هذه هناك عشان واضح. تعال يلا راح يا مهرج. ما احترامي احنا في نفس المدرسه. راح احترم نفسك واحترم فقط. عزيز الله انا مو مهرج، عزيز الله انا شيخ عرب. يا رجال توكل على الله. تعال جنبي هنا. يلا ايه تصرفوا انت نادر سعود تصرفوا انا ما لي دخل. شاركوني يا عيال. ما نشارك احنا اذا ما ضحك يحكم عليك. اذا ضحك ما تبلع علمه ما تبلعه. ترى نحكم على واحد منكم اذا ما ضحك. احنا نحكم على واحد منكم بس. انا عادي هرج معي. انا هرج معي. لا تبلع علي لا تبلع المويه بعد اذنك يعني لا تبلع المويه. لا قل له السالفه قل له السالفه. ايه عطى المسرحية حق أمس كلام حق أمس. أبو شاكر فهد أبو شاكر. لا لا الموضوع عمي علي علي أنا قدم قدم. لا لا أحمد ارجع ورا شوي. أحمد كبت 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 المون. هذا من رايح إحنا قلنا نرجع ورا شوي. ضحك طيب. ايه ولد ضحك ولا ما ضحك يا شباب أنا ما أدخل. لا ضحك بس. لا 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 ما ضحك ما ضحك. عب لا معليش عب مويه سلامات خزان صغير ضح يلا يا ابو عساف خلاص خلاص ضحك طب لازم ايه لازم نحكم عليه لازم نحكم على علي علي خسر لازم نمغطه ما في حكم بس خليني اسويها خلاص اوكي طيب يا دقيقه يا شباب اللي جاوا متاخرين الليلة مشعل من معك ابو جابر سريع خلص لك اللي في يدك بسرعه بسرعه اوامر الحين ابو جابر هذا السلطه ما لقاها لا لا قد جاب لا 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 دقيقه خلنا نتاكد دقيقه انا لو سمحت احترم يا اخي جنون العظم والله سلطه يا الفله رحت انا رحت دورك دورك يلا روح سمي يا صالح انت تسحب تسعه تسعه وتسحب بالاوراق وتقرا الاحكام في النص في النص وهمك عشرة 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 راحت اخير سريع انت انت دوري دوري واحد يا زلم طلع الاول لو سمحت بجابر هناك سم لا في افرقه هي انا اللي فهمته منها انا اخلي نفسي المسؤوليه ترى انا مالي دخل يقول تناقشوا مع بعض نقاش قصيم حاد الموضوع عن فلوسكم المسروقه لمده 30 ثانيه تناقشوا مع بعض نقاش قصيمي والموضوع يكون حاد لازم يكون حاد 30 ثانية الدراهم مسروقة يعني وانت قصيمي يلا على الشخصية ذي والله يستاهلون تحية الله يسلمك خلنا نبلع والله مسلمان والله تسرق فلوس ما هو انا اللي سرقته من سارقه والله ما ادري من سارقه ما برا تجيني انا اروح لمن اروح لمن اولا فلوسك تنزرق من جيبك وانت ما تدري منو من هو ابو سليمان لا ما كذا عيال تخرب ادخل لهجه ولا لا ما طلع الفلوس طلع فلوس اطق وجهك الحين والله الفلوس في اليابانية أبغى أطلع أجيب اليابانية أنا شاري بها اليابانية والله أنا شاري أبوه السلام عليكم بعطيك طقم اليابانية بعطيك إياه والله أنا يا رجال صفقة للقصيم بالله صفقة للقصيم بعد إذنك بعد عايض بعد إذنك لا سمحت لا لا تعال تعال جاي متأخرين أنتم تعالوا ابو علي ابوه ابو علي ابوه اسحبها يا ابو علي سوى سوى لا اسحب انت
ثمانية لو سمحت. سلطة صدقية الحين. خمسة طلعها وافتح. اسلوب اسلوب الاسلوب يجيب الناس. ايش تبغى؟ انت سحبت صح؟ اسلوب خلاص اسلوب. اي رقم تبغى؟ ثمانية ثمانية ثمانية. انا انا هذا شبع شبع. لا ما ما تحصل زي كذا تعدون على الاستاذ. طيب اسمع ثمانية وين وسبعة وين؟ هذا ثمانية هذا انت تكسبني. انت سيد اليوم يا ابو علي افتح. 500 الله رب الله يلا امسك امسك حطها في جيبك ما فيها شيء. والله العلي العظيم ما فهمت شيء. يقول اذكر ثلاث اشياء موجودة بجلستهم تبدا باول حرف من اسمه. وين جلست؟ من اسمك انت؟ علبة. من اسمي انا علبة. دقيقة يا شباب دقيقة. الموجودة في الجلسة تحدي بين عزيزي وعايض. اول اسمك حرف العين كلكم حرف العين. يلا تذكر حاجة بحرف العين. يلا اي دقيقة بجيك خمس اشياء. الخسران انا بحكم عليه كذا طناخة من راسي. الثاني يحكم عليه خلاص مو انا. يلا يلا نبدا. علبة انا قلت. تقييم عند الشباب. علبة عقال. بسرعة واحد. ما هذا وقيس ايش غش. لا لا عينك عزيزي. عينك هنا ادور اصبر. لا عينك هنا. خسران خسران احكم عليه. احكم عليه. تعال يا حبيبي بشم 20 تبجح. هذا هذا تبجحكم عليه. بشم 50 هذا بس دقيقة بشم. لا بشم غير. لا لا نفذ يا اخي نفذ. يلا طلع عليه خصم يا عزيزي. هذا يخرب فقره. خمسين راح قدام. خلينا نفذ راح قدام. خمسين 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 خمسين. لا عشر لا لا ما أنا أعتذر. عشر يلا عشر. أربعة خمسة ستة سبعة سبعة ثمانية. بعد إذنك أبو أسام جميل ومسفر تعال بس. أنت تتحكم منا لبكرة. خلاص نعم تجاوزنا. عاد تجاوز عشان خلص من ذي يا شباب. خلاص احنا ما شوف فيها حقوق والله ما تاخذ مني حق ولا باطل. خلينا نمشيها. السلام عليكم. عليكم السلام. واحد منكم يسأل. حجر ورقة مقص. من يسأل؟ مسفر. حجر ورقة مقص. حجر ورقة مقص. فزت. اسحب 11. يا الله يا كريم. استاذ جميل وده وراك. لا لا انت بنفسك وده. أنا في وجه الله. عندي ال 11 ولا عندك؟ استر. أنا جاي. لو سمحت. طيب احنا بنفهم بعطيك بس خلنا نشوف. طيب ها شوفوا. ربع زين. هذه فيها تقييم لكم منكم أنتم. أبو عشق. علي. تقييم منكم الحين. سعود تقييم منكم. شلون اختاروا شخصيه؟ اختاروا شخصيه احد المتسابقين وقلدوا تصرفاته والفريق المقابل يخمنون منه. صعبوها. اذا جابوا النقاط لهم اذا ما جابوا النقاط لكم. اذا ما جابوا النقاط لنا اذا ما عرفوا. لا اله الا الله. هو له شخصيه ولا شخصيه؟ بعلمكم. لا شخصيه. كل واحد شخصيه. يلا تمام. ولا تدرون شخصيه واحده كلكم قلدوها الاثنين. لا 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 كلكم قلدوها. لا لا انا لي شخصيه ولا لا لا شخصيه واحده فنانه. خلاص كل واحد شخصيه. بس باخذ وقت اكثر يا شباب. لا 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 سريع سريع ترى ما انتم جايبينهم اعرفهم ممثلين. ايه اذا جاب اذا جابوها علمني الشخصيه. اذا جابوها وش لي؟ لهم النقاط. واذا ما جابوها لي النقاط. لك النقاط. يعني ما اجيب شخصيه ما يجيبونها هم. لا عكس. انا بمثل زين هم اللي بيجيبونها. اذا جابوها لي النقاط. طيب اذا جابوا النقاط لهم واذا ما جابوا النقاط لكم.
ايه يعني اذا عرف الشخصيه انه نقاط، اذا ما عرفهم تمام. يلا يلا بسم الله على بركه الله. لا اسحب يدك، تكلم، تصرف، سوي اللي تسوي. دقيقه دقيقه. ايوه عطني ذي، عطني 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 تسوي ليدر. ليش انت سهل؟ معلش غباء منك. لا ما ابغى. جيب شيء صعب، يقول صعبوها. لا لا صعبها يلا ابو. يلا انا جبت تمثيلك. ما بعد سوى شيء. ما بعد سوى شيء. لا لا ما بعد سوى شيء. دقيقة دقيقة. ملك ايوه هي ذي هو دقيقة. الممشى الطبيعي كذا ها؟ شاف كاميرا؟ خلاص خلاص اجلس صح علي. لا انت مو بالي نواف عياش. يلا لو تقول خلص اسمع، لو تقول خلصت المويه يقول انا اعتقد على السيد الشيدي. بعيد ابو عشق وتعالوا ولا يدر من الله ذم منك. الله انا يعني صراحه حركه التجاوز هذه ما عجبتني، بس عادي يلا شو نسوي؟ حسابي يا كابتن. أربعة. علي تكفى خليك بعيد. ها؟ خليك عندك. عشان ما تشوف. عشان ما أشوف. لا أنا أعرف ليش. من فوق تشوف. يلا يا معجب. كان ما في أحد قصير إلا أنت. ها؟ أنت وديناك لو سمحت. لو سمحت. في نقاط. لا يعني باحترام ومو بالشوف. النقاط عندي ترى صدق في نقاط من أحمد الرشيدي. وعد لي شيء. عطني. يعني. لك لك بعطيك أنا. كم تبي؟ ما هم معطيك معجبات. هذه انا اللي اقولها لكم. ها شنو؟ ما تشوفون انا اللي اقولها لكم. يلا لا تفضل. نزلوا الله يكرمكم من عالكم فيها ركض. ابن ابوه فيها ركض. انا برستيجي ما اعتذر يا الاسام فيها ركض. يا معجب برستيجي ما يسمح. لا يا نواف عياش عادي ما يسمح. لا هذا نواف عياش انت عادي. يا ليل خلاص يلا ان شاء الله. تعود تاخذ طلبات المطعم. ايش عندك يا كيوي؟ حبه كيوي وجعانه. امسك سير مضروب خذ حقك راح يا التانج رحنا. طيب جمعوا لنا ثلاث اشياء بالهنجر. وش هي؟ تبدا بحرف حرف ايش يا سلمان؟ لا لا وش غلط بحرف الميم. ميم اللي جمع لها نقاط سريع. دقيقة وقف اركض الهنجر مليان. مويه شنو؟ مخده هنجر. الله يا شباب الحسابة بتحسب. شنو بعد؟ يلا عشق جيبي جيبي تم 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 ثلاث 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 خلاص. وين الثالث؟ خلاص فك مويا وملعقة ومحمد مفرح. مشتركين محمد مفرح؟ ما تبي محمد مفرح شوف مخده خلاص. يلا باقي واحد يا علي. خلاص باقي واحد. مش جايب انت؟ والله جاي محمد مفرح ومويا ومخده. خلاص ها ها خلاص وصار. لا يا الربع شنو الظلم هذا يا اخي؟ خلاص 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 خلاص. طيب المايك وحديان حديان خلاص. على اساس خسرت جايب علبه فاضيه. علبه فاضيه ما فيها مويه يا ولد. ها ها فاضيه. خلاص يا علي وتخرب بعد. قوانين لعبه يا علي تحكم عليها يا ابو عشق. تحكم على علي. نعم تحكم عليها. قوانين لعبه يا علي تحكم عليها حكم مطلق. انا مع القوانين احترمها. يلا يلا عيال والله قدحت قلت انت غلطان يا علي. خليني اعدب برستيجي شوي. اخ شو الظلم هذا اقسم بالله. لا لا تغلط لا تغلط والله انه ظلم. الحكم الاول. لا لا حكم واحد. حكم واحد. حكم واحد. مو تحدي. هو حكم واحد. طيب حكم الاول يعني ابيك تقلد عايض الحارثي لمده دقيقه. دقيقه ولا يلا. عايض الحارثي اذا ما قناعتني ترى تعيد اجيب حكم جديد. أبا أقول لكم سالفة عندنا في الديرة وسالفة عمه شو اسمه عمه؟ بندر. عمي بندر. بندر خوي خوي. وهو بندر خوي. لا 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 بندر خوي. لا لا خوي 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 بندر في الديرة. و ما أتقن التمثيل ما أتقن التمثيل ما أتقن التمثيل. حكم جديد. حكم جديد ها؟ حكم جديد. احكم علي اليوم اليوم. اليوم أنا ما أصدق جيني سلطة عليك. احكم علي. حط يدينك ورا راسك. اقفز لين تجي. لا لا شو اعطيتني اول وديت. لا ما نفت ما نفت. اعطيتني اول وديت ما نفت. ها اعطيتني يلا يا علي نفذ. وعلي ابوي
ها؟ لعبت عليهم يحسبني بسوي واحد ثاني. يا عيال يا عيال يا عيال قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله يا عيال. معجب واضح انه منخرج من علي عساف، ما قال له شيء، خلاه يروح ما نفذ حكم. انا اطالب اني اكمل الفقره وانت تجلس. قول لا اله الا الله. يلا لا احد يمنعني من علي. يلا 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 مشي الليله. بسام ماجد، معك سلمان انت؟ ها اي انا وسلمان. ماجد سلمان ملاهي، اسحب الروليت. روليت محمد درعي علمنا كم الرقم. يلا كم الرقم اللي يطلع عليه؟ ما عندك طلع نص نص عندك الحين عندك انت رحب و لا 11 11 خذوه 11 خذوه 11 خليني اتاكد طيب 11 خذوه. يلا روح ثاني. يلا عندك عندك يا ابو عندي. عندك اسحب هنا عندك اسحب هنا هنا دورها. كم يا عايل؟ 10 لا فاصل فاصل اقرب. شوف شوف اسحب اسحب اسحب. ها خمسة تعال 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 خمسة عندك ابو ملاهي هناك. خمسة حلو حلو امسك ود هناك. طبعا عشان الواسطة وكذا خلني افتح لو سمحت. خلني افتح لو سمحت. اه يلا عشانك باش القراش. اثنين شكشوكة سوي كذا سوي كذا سلمان اعطى فيك. هذا يعتمد على الذكاء. يلا اعطني خلنا نشوف. اقرا يا ماجد بصوت عالي. ابو ملحي عندك اقرا. سمعنا انكم اذكياء ورونا الذكاء هذا الحين. اعطونا خمس كلمات تشتقونها من حروف كلمة القسطنطينية لمدة دقيقة. خمس كلمات مشتقة من كلمة القسطنطينية. طيب خمس كلمات. الخسران يحكم على الثاني. طيب اول الفائز يحكم على الخسران. قسطنطين اعطني قلم. كلمة القسطنطينية. القسطنطينية قلم. كم كلمة يبون؟ دافور بزيادة قلم سريع. طيب دقيقة اعطني شوف سم. اسمع هذه الحروف قلم ليه؟ كيف؟ مو موجود قلم ما في الا الذي في حرف اللام دافور. ما في ميم. طيب ال إيه؟ ما في ميم. ال القسطنطينية ما في ميم. غلط ما في ميم. طيب احسبك انا طين طين صح ايه صح قص صح نطيطة. لا ما في الا نطيطة. والله نطيطة هذه نطيطة قص. ايوه قص قص لازم واحد يجهز. لا دقيقة قص وقسطة من راح صح ما في ما في صح. اقساط سطة 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 اقساط. لا سطة ما في اقساط. غلط. طينية طينية حط حاضر طن 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 طن. من اللي قنعكم أكثر؟ من اللي قنعكم أكثر؟ من اللي قنعكم يا شباب؟ ماجد 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 أداك واجد ما يدانونك واجد. تعال نفذ أحكامك سلمان. يلا لك حكم واحد. يا أخوي تظلم. أصرخه أصرخه سالخ أسلقه على قولة أبو علي أسلقه. بالضبط سوي يا كابتن هايدي. وعندك ريل ورا طالع بالضبط. يلا يا ياي خلاص بس كيفنا كيف يا اخي خلاص قلب تالي. صح 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 ايوه بس تسمحوا لي ابغى محمد دن على الحاله. تعال مع جلب يوسف. ما يرضى. تعال ابو يوسف. ابو يوسف تعال تعال ابو يوسف خلاص. تعال ابو يوسف معليش. محمد دن هذا يا القائد. خلاص عادي ذا القائد. خلي يجي معنا. لا باقي باقي واجد. كل واحد قائد نفسه. شوفوا يا عيال تحيه لو ابو يوسف يستاهل. اسحب. كم باقي كذا؟ باقي كثير. انا ولا هو بجيك بجيك 13 قد راح. ترى باقي يا ماجد ما خلصت. تفتحون ولا افتحها؟ عند دافور. تفضل افتح. احمد لا اتوقع تعال نواف. تعال مسفر السعدي. تعال نواف ومسفر السعدي. تعال تعال نواف ومسفر السعدي هنا يا برستيج. خلوا اغتركم هناك. خلوا اغتركم هناك. نزلوا اغتركم. ما اسمع نواف معليش ما يقدر. تعال تعال حط غدر البرستيج اجي خلنا تعال
محليف شل اختاركم. يا والله يا مرحبا. اي لازم تشل شماغك. شل شماغك. ممكن اقرا بعد اذنك. ابشر ما عليك. دهور بزياده. يقول لك يا طويل العمر السلام اسمنا السعدي ونواف بن عياش يشدون شعره لمدة دقيقة. كل واحد يشد شعره الثاني. ها؟ شد شعر خويك لمدة دقيقة. يا ريالتي يا ريالتي. نواف تجود بزين نواف. أقوى. نواف تجود بزين نواف شو كيف ماسك شعره؟ عادي إيه. عادي قطر مسار. برستيج نواف برستيج. عادي قطر مسار. اطرح اللي طيح الثاني والفايز. انت ما يقدر يسكت. خلاص والله والله يستاهل ونقاط والله. اسمي والله. عيال تسمحوا لي تسمحوا لي شويه ابو دنعه دقيقه ابو دنعه دقيقه بس بالله اسمح لي لو سمحت باقي واجد ابغى عصير اسحب. طيب دقيقه انا يا اخوي انا لحالي والله ما بالله انا ما عاد والله ما في الا انا باقي واجد ودوز عليكم المفروض ظهر واحد واحد راح 12 في ذمك موجود موجود خل تشوف لا مو ما تدفر هناك لا لا انا بقى انا اللي افتح راح هناك لا يا اخوي خلني اشوف اسمك يلا يا رب ان حكم في بالي خل تشوف يلا يا رب ان حكم في بالي عطنا جملة مفيدة من خمس كلمات بشرط كلمات تبدأ بترتيب الأحرف الهجائية أشوف أشوف بغيره ما عجبني أبغيره ما عجبني والله أنا حتى أنا ما فهمت شو تقول أروح أسحب ثاني أبي لك حكم يصرخ صرخ أشوف أشوف أروح والله ما عجبني والله ما حلفت حلفت لا 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 بس ما عجبني أنا هنا أنا هنا المتصرف ما عجبني لا يا حبيبي بس وراها 11 شوف شيك غير أربعة غير جعلها فداك تسعة فنجار عيال أبغى معه واحد أحمد حنف تعال بعد إذنكم أرحم بنت العكس أبويلي نبيكم تسوون المعجب إعلان يقنعنا أن نتابعه ولا تنسون أرفع الشاشة فوق أشوف غير تحطون صورتي معي واحد معي أرصاص عندي 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 نسوي له إعلان يلا دقيقة دقيقة لا مو منتج برتقالي يعني ولا كيف يا أخي ندعم سنابه شوف تبي تنصر طول حياتك هنا الكاميرا لا ما أقدر ما حد يعرفك قل والله ما خصمنا علي والله خصمنا علي لا شيله أنا خنورة طيب. يلا ناس ما يعرفون يقنعهم يلا دقيقة عندي 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 بداية يلا تبي تنصر طول حياتك أنا معهم جاهز تعيش في والله صدق والله خلك جدي والله عشان يستاهل تبي لازم كلهم يقتنعوا أنا ببدأ عندي 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 والله أنا عندي لأن كل ما بدأ أنت قصص ومواقف مضحكة ومثيرة شخص يعيشك الجو يدخلك داخل القصة يخليك تعيش القصة وانت مو معهم شخص صوته نبرات صوته يخفضها يرفعها من قصص إلى روايات إلى كورة إلى عالم ثاني أنا أنصح بمتابعته وإيش؟ أرفع الشاشة فوق بروح أتابعني ها؟ والله أنت لعبون ثانية لا تدرك والله أنت لعبون ثانية والله أنت لعبون ثانية قردمت والله أنت باقي اثنين من بقى باقي تسمحوا لي؟ اي نسالك يلا ابو مفرع من عيونك ان عيون اللي معجب معجب لك السلطه سوي اللي تبي ما عليك منهم لا لا من الاخلاق اني استاذن من الشباب تفضل كم باقي رقمين؟ سته باقي سته وسبعه خلاص سته عطني سبعه سبعه لا هم لهم الحق معليش ايش تبغون؟ سته ولا سبعه؟ على اخرها يا شباب عاير لو سمحت ارجع ترى باقي احس انه باقي بعد يا شباب على اخرها يا عاش كم رقم جميل هات سبعه عطنا سبعه قد قلت كان ابغى سبعه افتح يلا احسن رقم عندي اوه كريس صالح هذا الشباب احس باقي حاجه بعد باقي بعد اعتقد انه باقي نادي الشباب
نادي الشباب. يلا انا فهمها يلا. انا عزيز. ورني. قلدوا شخصية عزيز المحمد وفهد المعيان يا ابطال. لانه هو يتحرك يا ابطال التمثيل. اقنعوهم محمد فرح نواف عسيري اقنعوهم. من فهد معيان؟ وين نظارة عيال فيه؟ نظارة يا شباب. تفضل. اهلا بتلميذي اللي انا استاذه وانا اللي طلعته على الاعلام لاني انا اسطوره البرامج الواقعيه بلا منازع. ها يا مشعل يا كذاب انت احمق. يلعب عليك ابن حنيف يلعب عليك. بستاذنك تفضل يا تلميذي. انا شفت يعني نبره معليش على الكلام زي كذا ولا احمد ومشعل وكانوا فوق فجاه صاروا تحت. يعني ما ادري استاذ سلطان يعني هل في عن اذنك انا اعلمك ليه؟ تفضل لان بدنا يشوش روسهم وهم ما تبع ما صراحه شوف انا اتفق مع كلامك لكن الله يبيض وجهكم باقي ابو مفرح ونواف عياش ابو حنيف احمد بعد اذنك نادي الشباب شوي انا اعتذر عاد واحد وعندك والله انا اسف اني صدقت عليك لا دراسك بالعكس والله تفتحون عندك والله تفتحون عندك وبر هنا 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 شيخ وياكم هنا والله تفتحون يلا اول مره يفتح ضرب ترى قوي خلني اقرا عنك عرفته؟ ايه دقيقة اسمح لي اقرا عنك كلكم شعار صح؟ وين مسفر؟ يقول هنا فيه لغز في بيت شعر جاوبوا عليه ابي انشدك عن رجل يتعب الغيرة ياكل اشكرا انت يعني بطول مرة انشدك عن رجل يتعب الغيرة يا انشدك عن رجل ياكل الغيرة ياكل ولا هو من اكله مستفيد انشدك عن رجل يتعب الغيرة ياكل ولا هو من اكله مستفيد يخدمك والله اعلم بتدبيره يمشي بامرك وعلى ما تريد في خطا ملائي بس معلي ها كانوا اختار يا بعيد بينهم هم كيفكم تصرفوا تبون احد تبون تصادمون راس براس كيفكم اقول بنشدك عن رجل يتعب الغيره ياكل ولا هو من اكله مستفيد يخدمك والله اعلم بتدبيره يمشي بامرك المشار على ما تريد انتم الشعار انتم الشعار المنشار انتم الشعار هنا في اثنين بعد عنده يلا ياكل ياكل يقول ياكل المنشار ما ادري انا ما بشاعر ولا عندي الجواب يقول انشدك على الرجل يتعب الغيره ياكل ولا هو من اكله مستفيد يوم يخدم والله اعلم تدبيره يمشي بامرك وعلى ما تريد طيب باقي واحده ما سوينا الحكم اعطونا جمله مفيده انا بقول لكم اياها اعطونا جمله مفيده من خمس كلمات بشرط الكلمات تبدا بترتيب الاحرف الهجائيه تقول مثلا بحرف الالف الثاني يبدا بحرف الباء وهكذا جمله واضحه نعم هنا لا لا ما في هنا ابدا بحرف الالف ابدا نعم احمد حنيف شخص لا ها جمله كذا لا جيب بس احمد هو يقول مثلا بن وانت تقول مثلا تركي وسولفوا عاد تجيب تسلسل لجدانا كلهم اول شيء بحرف الالف نعم انا اشكر معجب على لا قول انا بس قول انا هو يكمل عليك انا بحرف الباء
كمل الجملة المفيدة. أنا أجيب جملة كاملة. لا هذه سهلة أنا بصعب عليك. أنا جبت جملة. لا شوف شوف المثال قدامك أحمد. أنا مثلاً أنا. بمشي. يعني عندي وعنده. تسأل. أنا جبت طيب جملة كاملة. ثمانية. أيوة زكى كمل الجملة. تسأل ثمان خطوات. يلا هنا. يعني آخر حرف أكمل هنا. يلا هلا. لا ما بآخر حرف تبدأ بحرف الباء. بداية انا عرفت ليش غبي والله انا عرفت ليش غبي ذا عرفت ليش يسوون مع زياد الشهري اشرح له كميه غباء اجي اشرح له حلو عندك فهمه اسمع اخر حرف عين صح لا تقول قول بحرف الباء اكلم فهمت طيب انت يعني يلا انا ببدا يلا اسمع بكلمك تلفون ثابت الف باء تاء جيم 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 جميل حلو 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 قول خير صف قول خير خلاص خمس خير لين يا والله شدهم جيم حا خا قالوا انا قلت حلو خا جيم حا خا دال دال خمسة لين دال خير دحينة دالحين دالحين يظل وجيهكم ابو شعر ابيض وجيهكم اول حاجه ما ادري شو اسمه اكيد يسمعونا انا ما شفت الا معكم هنا فما عرفت كيف الترتيب يا جميل تعطينا من وقتك ثلاث دقائق بس او دقيقتين بيظل وجيهم انا اعتذر منهم اذا ما فهمتها زين ولا بديت بدون ما افهمها صح ولكن ان شاء الله ان شاء الله نغير الجو من الجلسات وعزيز يصفق و أنا أدى دقيقة أنا دارم في شيء بس ما أدري وش هو هل باقي فعالية ثانية ولا باقي ولا أنت دقيقة 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 شاشات 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 وش فيها باقي فيه أنا والله ندارم باقي شيء الله 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 علي الملازين يا والله اللي دارنكم ما نسيتوني والله قلوبكم يا حبايبنا نجم استطاع ربط سنين من أول الأيام سطر نفسه في تاريخ الاستديو كاسم مهم له صدى ومكانته كسب جماهيرية كبيرة في عقويته وإلقائه المميز كان له تواجده المختلف على الشاشة وبين زملائه استطاع ربط كرامه بأدبه وحسن خلقه كسب محبة الجميع من الأطفال والكبار حتى كسب محبة الزملاء والمقدمين من حسن تعامله وتعاونه من غير قصور في البك إنه من أرجل صحيح. وأجمل وأفضل نعم. المتسابقين اللي قد مروا في برامج أكثر من حملة تسويقية ومعجب كان من الناس الناجحة فأعتقد المجال معجب بيكون يعني مميز في الاختيار وانتقال المنتجات ان هذا الشيء يمشي وهذا الشيء ما يمشي فهو عرف ايضا بسرده المميز بالقصص شاهدنا الابداع والتميز والاختلاف خلال فتره قصيره كلمات المديح تقف عاجزه عن وصف النجم معجب ان كان للابداع والتميز عنوان فمعجب كان عنوانه خلال الايام الماضيه بيض الله وجه الله يبيض وجهك من رجيل الله يبيض وجهك السهل والطيب اصبر واصبر هذه اقرب من قرب قرب من الرجال تعال انا لي فتره ما استحيت هنا هنا حطها على الطاوله اسمعوا لي بشوف الكرت عيال دقيقة أنا دقيقة ثواني خلني أشوف الكرت خلني أشوف الكرت شخص وضع بصمته ما يقدر نفسه شخص وضع بصمته في كلامه اكتسبت احتراما وتقديرا من الجميع وكما عودتنا دائما متعلق بحضورك وإطلالتك استمر أنت مبدع دائما كل التوفيق لك يا رب أخوانك أخواتك فخورين فيك دقيقة
مو عشان قصير عيال. اول شيء والله الذي لا اله الا هو وحده ثلاثه ثلاث، اقسم بالله اني ما اطيب ولا شيء الا موجودين كل ابوهم. والله العظيم ان اول شيء اعتذر منك كاتبون او موفق السلمي اخواني اخواتي، والله الذي لا اله اني احبكم حب ما هو بصاحي. والله جاني فداكم نفر نفر والله العظيم. دقيقه والله ما يجي في بالي كل ما اصحى وكل ما ارقد الا انتم، هذا شيء يمكن مره اقوله. اثنين ابو شام موفق السلمي والله العظيم انك كفو، والله يسلط عليك يا احمد الحنيف بيض الله وجيكم جميع. والله يا جد عني حسن ظنكم. يلا يا ابو ساره يلا نجم البرايفت يلا يلا بس وجهك يلا البرايفت. والله ودي ودي انكم حطيتوا فين رقبه على الاقل. سي جماعي سي جماعي سي جماعي تعال 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 كذا 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 كذا. انا الحين عاد مستحيل. يلا 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 سي طيروا طيروا بطني. لا والله انت بديت السلعة الحلوة، السلعة الحلوة بديتها. الله يجعل والديكم الجنة يا رجال. جعل عمرك طول. تعالوا كلوها كلوها والله تاكلونها. باقي باقي يا شباب والله لا اكل وجه باقي يا شباب. عطنا عطنا صدى يا منيب. والله والله انكم اليوم مدلعين يا ريجي. والله انكم مدلعين اليوم. دقيقه نشوف الشباب. يا شباب تعالوا اظنها اللي خصنا جميع. دام ما تخلص السهره اتجهوا الى الساحه الخارجيه. الله يبيض وجيهكم كلكم. يا ولد هذه وشي يا زين وش ذي؟ لا جايبينها منكم ما ادري. والله ما ادري وش ما اعرفها. في عيال في دلع والله في عيشه في عيشه. فريق دعمك اغنياء. لا 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 هذا فريق دعمك اكيد. احمد في فريق اغلب منك. هذا فريق دعمك لا ولا ولا تجار ما شاء الله. يا حظهم فيك يا حظك فيهم يا حظهم فيك يا والله اني يا حظكم فيهم. اصبر اصبر نجم يا ولد هذا العرب يدري يا ولد. نظف نظف الله يبيض وجههم وانت الساعه والله. تعالوا يا شيخ عطى صدى يا منيب خلنا نجمع الرجال كثير عليك. ليه كثير علي؟ ليش؟ ايش تدري يا الصوره الصوره يا عيال بالله يا منيب عطى صدى خلنا ننادي الشباب يا شباب. باقي هذه ولا يا ذكي. دقيقه يا شباب حطه خليك اذكى يا شباب بعد اذنك عشان بس الصوره. كلها فداكم بس عشان الصوره يا شباب. شوي شوي يا شباب اللي في الهنجر يا عيال اللي في الغرفه يا عيال. مسفر سعدي ينتظركم بسوده فيه يا شباب. في فعاليه في اللوكيشن اللي برا الخارجي وفي ضيافه لكم بسيطه مقدمه من فريق الدعم. الله يبيض وجيهم والله. بديك بديك ما عندي رد ما حول ما غسل بغسل بغسل. اصبر 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 جنم جنم انا معجب. انا طالب انك تحط الدرع تحط الدرع للكاميرا. وين الكاميرا؟ هاي 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 ايوه. انا ودي الشباب كلهم يجون. الله يبيض وجيهم سم احمد. هذه لك هذه اكيد كلهم عندنا. نلعب تبذره نلعب بنت مدرحة اصلي في اللي الدور ذي. خلنا نشوف الكاميرا. بيض الله وجيهكم يا فريق الدعم والله يعطيكم العافية والف الف الف شكر. انا ما ادري وش الكود هذا لكن الله يبيض وجيهم. احرجتونا واكرمتونا وشكرا لكم. اقسم بالله انكم حملتوني حمل ما يعني يعني كثير. والله انك تستاهل يا ابو ساره. والله انك تستاهل والله. شكرا لك. تبيني اقول لكم كلمه؟ قل قل كلمه. تبغوني اقول لكم كلمه من قلب؟ والله الذي لا اله الا انت وحشتونا بيض الله وجهك. قسم بالله انك كفو وندعمك جعل امرك طويل. تستاهل البيع. الله يجعل امرك طويل. خليني احط قدام الكاميرا علشان بس يا ليت بعض الناس يفهم. حياكم الله على ضيافه بسيطه. حياكم الله.
ضيافة بسيطة مقدمة من فريق الدعم ومن الأهل. والله تستاهلون. والله انك انت اللي تستاهل. نبي نلعب بس وين الشباب؟ والله انت اللي تستاهل. عندنا نبغى نلعب. يلا يلا معك. يلا. يا الله في العافية خليني بشرب انا جايبين لي انا ما شربت. شوف يا ايوه ايوه. اجل نبدأ ذا الوجه. الله يهينك ويا الله. يا زين. والله. يا عيال ترى شو اسمه؟ انا طالب تجي تغسل وجهي. بغسل معي ماء. لا امشي امشي انا والله انك تستاهل يا ابو وائل. تستاهل الطيب جعل امرك طويل. جعل امرك طويل. والله انك تستاهل يا ابو ساره ليت فريق دعمي اذهم. ليت فريق دعمنا واحد وكيف. نعرف نعرف. لا في أربعة بس. خليني أصرف. تعال كيف؟ يلا يا بابا استانس أحمد حنين. نبدأكم كبه زينة يا رجال. معجب كذا كذا صح حجي حجي يلا وقت العاب وقت اخر واحد يجمع كور يا عيال. دقيقة انا ما اعرف. لحظة مقلوبة مقلوبة. اصبر تعال ايه اقلبها خل القماش اسمع مفرح كذا 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 مفرح كذا دور من هناك. لا ايه لحظة لازم يربطها اول في ذي. غلط احمد جابي. والله غلط احمد جابي. بكرابي يا ولد. الا والله صح. شوفها كذا. هو عنده طريقة ثانية. اهم شيء انها تربط. طيب اهم شيء انك تربطها في ذيك. ما ربطها في الحبل يا محمد جابر. لازم يربط الحبل. عليك كيف تربطها في الحبل طيب؟ اوكي. كيف اربطها في الحبل؟ ترى تجمعونها هنا. كيف اربطها؟ لا ما تدور. كيف اربطها في الحبل؟ هذه حبل وتاخذ ذي. يا ولد كيف اربطها في الحبل؟ اربطها هذا ما يعرف. خطا صح؟ خطا علينا. ابو جابر انا وين تسوى؟ يا غش اشري. من واحد لواحد يصير شغله كيف؟ ما في والله اخذت غثه. اوه واحده ها كذا اصبر. ايوه مقلوب. ايوه يا سلام عليك. انا والله ربطت ربط ربط يا ولد ما عندي غير ربط انا. وقف لا وقف. يلا يلا معجب يلا يلا يا معجب. يلا بس يلا يلا صوص. لا 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 هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين؟ من علمهم القرآن الكريم؟ تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن
وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر. هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم، ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة. وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم. وقف من المشكات يرجو بذلكم، في مكة الغراء يبغي الباري، أضم بها الوحي الكريم منزل، والله قدمها على البلدان. العرض الأكبر من السيف جاليري، خصم 50% على أكثر من 2000 منتج، متوفر في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني، انتهزوا الفرصة. السيف جاليري حياكم. من أجدادنا تعلمنا فعل الخير، ومن آبائنا تعودنا على الأناقة. في كل عام نتحمس للثوب الجديد، وهالسنة ثوبنا من آي ثوب يزيدنا أناقة. كل يوم خميس احنا جاهزين نشوف مشاريع المتسابقين من تمثيل وإنشاد وتقديم، انتظرونا في يوم مليء بالمتعة. استنى باي، خليك جاهز. ايه جاهز. روح يا وحش، توكلنا على الله. كذا ماني ممكن بقدر اقدر لا كذا لا بقوم انا ما قدرت ويو
برا 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 خلوه ينقل ورا لا يجيني اوقف يا واد واد اوقف هادي بيرد وخر وخر دير بالك وخر تعالوا هادي عم منيب تكفى المايك سرحان ولا خربان الو خليك داخل.